السنه رحت لكازم جيمز مقطع جديد في 18 تحدي بلا تشكيلات حل تشكيله منتخبات هدينا. طبعا اعذروا لي شوي حلقه تعبان لكن صور طلق صور يعني بصور لكم مقطع قصير. الفخر القومي الصراحه انا سويته من اول ونسيت اصور لكم، فراح اوريكم رباعيات هذه التشكيله سريع سريع. عندك بربوسه، لينجلد، ميركادو، جلافز، كارتابيا، موران، كاستلينو، اندريس بريرا، جابرييل، ريمي، بات بستو. فيلا نرسلها حزمه لاعبين ذهبيه متميزه. نروح عند السته اللعيبه دربني، جبري سلسي، وسندير، كوتش، ميجرز، ايكوني، امبولو، بريرا، اراخو، كمارا، كوراتي. طبعا هذول كلهم ما يحتاج ولا واحد ولا، طبعا في واحد نزل مقطع لكن يحتاج ولا، انا بدون ولا فتروح الامر يتطلب 8. ايضا بدون ولا كاريوس، هدد كاريوس، شلتتو، ريد، برودل، فوكس، وورد براوس، سونج يونغ، موي، كاريلو، جابيديني، جي رودريغز. فخلاص كذا سوينا التشكيلات بسم الله. حلو، فسوينا التشكيلات، سوينا التحدي كامل. اعطونا جائزة، وش اعطونا؟ حزمة ميجراد عوافي. والله يا عيال تقريبا ذي الثلاثة بس كلفتني والله تقريبا 13,000 بس، يعني شوف كيف الباكجات اللي طلعت لك. فبسم الله نفك الباكجات، راح نبدا بباكج حزمة ذهبية متميزة. فيلا، لان هذا يعني باكج 7500 باذن الله. لاعب يعني شاشات ما في شاشات، فسريع خلي اشوف مين طلع لي. ودي لابس استخبارات، وهذه ارسلها للنادي. مهندس تسوى شي ذي؟ مهندس ما تسوى شي. هذا نعرضها للبيع ب200 والباقي كوكسل. فيلا نخش على الباكج اللي بعده. اوكي، حزمة ميجا قهر، فتحنا الميجا باذن الله شيء حلو. بس ميجا لاعب شاشات ان شاء الله لاعب خرافي باذن الله. اسباني اربي، ريال مدريد، كارفخال يا عيال، طلع لي كارفخال. حلو كارفخال، شيء حلو، شيء ممتاز جدا. كارفخال خرافي والله، معاه لعيبه خرافيين صح. كارفخال كم يسوى؟ حلو. فان والله وولكر يا عيال، كيل وولكر والله ذا اللاعب يا عيال خرافي يا عيال، اقسم بالله تحدي بطل. فالصراحة وولكر وفلايني برسلهم للنادي، والباقيين احتمال الانتقالات اشوف كم يسوون. لا ارسلهم للنادي برضو، وبعدين لكل شيء يعني كل شيء بعدين له خير. ارسل اختياراتك للنادي يا ليل. بسم الله خلينا نبيع سريع. طبعا اللياقه الصراحه انصحكم فيها والله جد الخرافيه يا عيال الصراحه، بعد فتره بترتفع اسعارها جدا، فانا مجمع كثير وما راح ابيعها ابدا، بخليها عندي في النادي. يعني اقدر ابيعها واجيب مكسب كبير حاليا، بس انا ما ابغى تدريب. كل خصائص وهو ذي تسوى، والله تسوى شيء. كيف حلو انا بخففها عشان تشتروها، فخذوها ب700 وهذه ب700 من الام لل دبليو، اكيد تسوى شيء. حلو تسوى 700 برضو. بروكس يسوى شيء حلو والله يسوى، فحط ب1100 و شو اسمه ذا ونايمري يا اخي، انا محتاجك والله، روح ب200 حتى والباقي ارسل للنادي. بس
بسم الله حجم لاعبين ذهبيين متميزة، ترى لاعب شاشات، فبسم الله حلو شاشات عيال، شاشات مرة ثانية، الله الله أرجنتين حارس، لا يا أخي والله ودي بس مستحيل مستحيل يعني، لكن شيء حلو لو طلع لك ار دبليو، والله لو طلع دي ماريا لا فرح حتى عادي. ف نوديهم كلهم من قائمة الانتقالات، كيف أرسل كل النادي، وهذا سولر نبيعه بكم كم يسوى؟ 400 كوينز. كي ونخش على الباكج الأخير، حزمة اللاعبين الذهبيين المتميزة، المتميزين يعني خرافي ذا الباكج، حلو شاشات شاشات يا رب، لاعب الفورم الفورم عيال انجليزي سي ام، لا يا شيخ والله حسبت ستيرلينج، يلعن ام القهر يالله قهر، بس عيال والله حظ الخرافي. فخلاص بس نسيت المقطع، تشوف المقطع لايك سبسكرايب فيس فيرس جيمز، السلام.